اليوم احنا نبارك لكل شباب نتاع الشرق والغرب والوسط بإنجازات نتاع مركب هاد في ميرود، هذا مانسيل الاستاديوم مانديلا نتاع دويرة اللي هو في الواقع نتاع المولودية، نقول نتاع دويرة نتاع مولودية العاصمة، نتاع تيزي وزو كذلك اللي هو يكون افكتير تيزي وزو. عندنا التوسعة نتاع 5 جويلية إن شاء الله باش نكمل كاع الرن ونغطي منه قدر المستطاع على حسب التقنيات. فيه تقنيات اللي تسمح ربما بدون ما نمس الشيء اللي موجود باش نغطي إن شاء الله. يكون فيه ملعب مثل هذا على حسب المستوى الرياضي نتاع الجهات الأخرى، ولكن خدينا قرار باش يكون فيه ملعب في ورقلة ومرعب في بشار ان شاء الله. هكا نكونوا يعني كملنا لابوك. بالنسبه لقسنطينه اذا كان الملعب هذاك يكفي، شوفوا على حساب الرياضيين وعلى والا نزيدوا ملعب اخر في الشرق ان شاء الله.